توكلت وهو رب العالمين.
الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا فتح افتح لنا بابك واجعلنا من جوابنا أحبابك. يا فتح افتح لنا بابك واجعلنا من جوابنا أحبابك. يا I'm not afraid.
علي وعلى آلي. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود داره وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالي عيش شهادتي والغيوب. فما جل هذا المنى الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم
محمد الرؤوف الرحيم اللهم
وبارك عليه وعلى يا حبيبي يا حبيبي.
سبحان الله
ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأخذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تمييزا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما ملح العين من قسم الله له من الشرف بالعصمة الوافية. فأتوا كل ذي تمضوا على حضوره وجود هذا المولود، فانفرد صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله Oh.
سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم حياك يا سيدي مشكورا حبيبي محمودا وحياك بعملي في الاعمال المكفوله وتوجهي في التوجهات الخالصه والصلات الموصوله اللهم يا من اليك توجه الامل فتعود ظافرا وعلى بعد ذاتي تحط الريال فتوزع منه في رضاك الغافرا سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بل أكبر مهبوب نتوى المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدار واجب امدادك في عبادك وصادق اوصي ارشادك لاهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى اطراف اقترابه من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاد النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين انايتك وان تحفظنا في جميع اقوالنا وتقلباتنا بلاي جميل رعايتك وحسيني بغايتك وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى ذلبي بغايه امالنا وتتكبر منا ما تحركنا به من نياتنا واعمالنا وتجعلنا في عذره هذا الحبيب من الحاضرين وكل رائق اتباعي من السالكين ولهدك وهدي من المؤهدين ولعهدك من الحافظين اللهم انا لنا اتماعا في رحمتك الخاصه فلا تهلكنا وادخلنا اليمين الدنيا فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وضاره اللهم ببركتي وشريف بجهتي اولادنا ووالدينا واهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الابطال ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة آمنا ورسولا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين واكف شر المعتدين والظالمين واكشف العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم الحصين من جميع البلايا وقضي الذمة من
الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب بالرزق الحسين من جميع البلايا وبالإذن المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب بالرزق الحسين من جميع البلايا وبالإذن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة لسيدنا عبدنا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين وآله وأصحابه أجمعين Yang saya katakan 50 tahun tidak doakan pada umur ini
tapi ya udah mulai ceramah setengah 10 ya. Susah di sini mau jauh pergi jauh lagi. Pertama asli ya. Di sini ada apapun melainkan semuanya sudah diajarkan kepada kita.
Siapa orang yang paling pantas?
Tak pernah
Sallallahu alaihi wa sallam. Anak-anak lagi main-main,
Nabi enggak minta dia untuk yang enak kalau dia mau ngomong orang. Enggak kedengeran aku, Kak. Enggak ya, sebenarnya udah sama sih. Jangan biarin hasil. Kamu kira sama mau itu kan mana? Kalau mama ngomong lihat mama. Ya sampai turun, sampai turun. Zaid bin Harisah ya kamu ya? Yang diangkat anak kan? Thank you.
Ya
Thank you.
Yeah.
dengerin lagi. Ada dia dulu ya. Iya. Saya yakin, Hakon yakin, Umi saya
setan. Wayang kali pun tak ingin menurut.
hidupannya dengan kehidupan yang baik. Ya, tentang apa kehidupannya baik? Punya rasa cinta yang besar kepada Allah, punya rasa cinta yang besar kepada Rasulullah, punya hati yang bersambung dengan para ulama yang menyambungkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kurang begitu, mereka akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Orang-orang yang bersifat dengan kehidupan yang baik menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia akan menghadap dengan kehidupan kembali ke wayang kondisian. Kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan penuh kehidupan. Kamu akan kembali berkumpul bersama dua. Kamu akan kembali berkumpul bersama dua orang tuamu. Kamu akan kembali berkumpul dengan anak-anakmu. Kamu akan kembali berkumpul bersama dengan mereka. Masih rumroh dalam keadaan hati penuh kasihan. Kamu akan kembali melihat kakak, abang dalam keadaan penuh kasihan.